جمعية مبادرة وإرشاد السياح بالدار البيضاء والنادي الرياضي الجامعي البيضوي وجمعية متقاعدة ومتقاعد الوظيفة العمومية في رحلة سياحية ورياضية وثقافية إلى منطقة بن سليمان. الرحلة تعبر الجسر الفاصل بين المدينة والقرية لتعقد ندوات فكرية حول السياحة الجبلية والرياضة بالمأوى الإيكولوجي بمدينة بن سليمان. محمد عكوشي، فاعل جمعوي لإثران الدار البيضاء، عضو جمعية المبادرات والإرشاد السياحي للدار البيضاء، وكذلك النادي الرياضي البيضاوي الجامعي للدار البيضاء. كذلك في إطار الأهداف ديال الجمعيتين، ارتأينا أن ننظم ندوات ونشاط رياضي. إذن النشاط والندوات كانت تنظم بشراكة ما بين الجمعيتين سالفتي الذكر، وبتعاون مع جمعية متقاعدات ومتقاعدي الوظيفة العمومية. إذن هذا النشاط قمنا به أيام 20 و21 من شهر ديسمبر 2019. نهار 20 أي الجمعة 20 كانت في مقر الجمعية في شارع محمد الخامس، جمعية المبادرات في شارع محمد الخامس بالدار البيضاء. واليوم الثاني كان في الملجأ الإيكولوجي ببن سليمان.
إذا من الأهداف اللي كنا سطرناها وكنظن أننا توفقنا شيئا ما في الوصول إليها هي تبادل الأفكار بين الحاضرين منهم المؤطرين والمتدخلين في الندوة وكذلك الحضور واقتراح حلول للمشاكل اللي كيعرفها أو اللي كيعرفها القطاع السياحي وخصوصا السياحة الجبلية بصفة عامة. أقدام المتقاعدات والمتقاعدين تقتفي أثر خطوات الرياضيين والرياضيات في رحلة الطبيعة اللامتناهية بحثا عن الهدوء والسكينة. إنها متعة السير بين المروج المعشوشبة، لا شيء يضاهي إرهاق الجسد مشيا وإنعاش النفس برائحة البادية الزكية. إنها متعة الرياضة والسياحة الجبلية. تقودنا الرحلة سيرا على الأقدام نحو بحيرة هادئة جميلة. صورة تذكارية على ضفة البحيرة تخلد اللحظة الجميلة. مسالك الحقول المخضوضرة تقودنا إلى جسر خشبي بني بسواعد بسطاء الفلاحين ممن أجبرتهم على بنائه ظروف القرية وضرورة العبور نحو الضفة الأخرى. هارا كيريف ولاي ولاوني سميضنا مني وري دوين من يسخير في سنس والساغن تايري ونا يزران زون وريزري يوزم زنوي هاولي الداري هارا كيري هارا كيري خفتي غويلة باللي ديت تغوفي تنوميد ني تخن تغوفي خلونس الومن قيمي ريفي الداوت من زان كين عني غيوفي هارا كيري اللي يقول ذا سين حر غيال لسيني عالباني سليخ النملال او غناسي توقا غور واشتال ارض صاني حيار خفين فال هارا كيري السير دغزدي غيمان سار ذاولي دمتين ومان سميض ختاون جيم تخين قان يوا مش موت قيمة تسد المال تنمية بارك الله عليك.